السلام عليكم. نجي لميزة الهوست ايسوليشن او عزل الاجهزة في حالة كان في انفكشن او حصل انتقال اختراق من جهاز لاخر، بتحتاج انك تعمل ايسوليشن للاجهزة، فهي ميزة مهمة ومفيدة. احنا كنا شفنا من قبل المال دوت اكسي، استعرضنا بعض الاشياء تخص هذا الملف. نفترض ان هذه مالوير حقيقية وانا عندي الان جهاز مؤكد انه تم اختراقه او تم تنزل عليه رانسوم وير او اي كان نوعية المالشس اكتيفيتي، ودي ان انا اعزله. خلاص انا مثلا عندي هذا الالارت مثلا انسايند فايل، اروح لعند تريج الالارتس وتشوف عندك مثلا كل هذه الالارتس من جهاز معين، والجهاز هذا مثلا هذا الجهاز، خلاص انا عرفت ان هذا الجهاز انفكتد، هذا اللي هو الويندوز 10. بروح على isolate host، معناها انه اعزله بالكامل، لكن انا ال EDR console اسمح لها بالاتصال به، فراح يتم عزل الجهاز بالكامل ويسمح فقط للشخص الاناليست انه يشتغل ويكمل اناليسس حتى يدخل عليه لايف ويسوي اللي يريد، يكمل انفستيجيشن. هذا في حاله انه جهاز واحد. طيب لو كان في انفكشن لمجموعه من السيرفرات او مجموعه من الاجهزه وانا مش متاكد فعليا ايش يعني اللي انفكتد وايش اللي مش انفكتد في جروب معين، فهنا تقدر تعمل ايسوليت على الجروب، تقدر تسوي هنا ايسوليت للجروب بالكامل في حال عندك اكثر من جهاز على الجروب. وهذه فائده ثانيه للجروبينج. الجروبينج مهمه، لازم تعمل جروب مفصل ودقيق على الانفايرمنت، لازم تعكس الانفايرمنت في الجروبينج بحيث تعرف تعمل ايسوليت للجروب بالكامل. لو كان عندك جروب واحد فقط في 1000 سيرفر كل السيرفرات، صعب جدا انك تسوي. ممكن تسوي جروب وتنقلهم وتعمل لهم ايسوليت، بس انه اسباب كثيره جدا مهمه انك تجعلك او تكون سبب انك تشتغل على الجروبينج بشكل، تهتم في الجروبينج وتضبطها بشكل صحيح. طيب خلونا نجرب الايسوليشن. انا عندي هذا الجهاز اللي عليه السنسر، عندي انترنت، اوكي انترنت موجود، واقدر اني اتواصل مع بقيه الاجهزه، فمحتاج اني اسوي له ايسوليت. حاليا بنجرب ميزه الايسوليشن، بجي هنا اقول ايسوليت هوست، بيسال لي انه هذا سيريس تشينج ولازم اوافق والى اخره. طبعا لازم تقرا هذا، في اشياء ما بيعملهاش ايسوليشن، وفي جزئيه جدا مهمه لازم تعرفها، انه الايسوليشن بتعمل اوكي الاي دي ار مجرد ما يتواصل مع السيرفر بعد 60 ثانيه 70 ثانيه، لانه يعمل تشيك ان تشيك ان كل فتره وفتره. ف اول ما يعمل تشيك ان المره الجايه بعد ما عمل اوكي، راح الاي دي ار كونسول يقول له انت لازم يحصل لك ايسوليشن، وبيطبق عليه هذا السنسر، بيستقبل الامر ويعمل ايسوليت. الجهاز لو حصل له ريستارت راح ينفك الايسوليشن لين ما يتواصل مع السيرفر مره ثانيه بعد 60 ثانيه، يعمل تشيك ان يقول له يعني يتاكد هل عاد انا مطبق علي الايسوليشن، يقول له يعني ايوه ما زال مطبق عليك الايسوليشن، يحصل له ايسوليشن مره ثانيه. يعني كل عمليه ريستارت بينفك لين ما يتاكد انه عاد الموضوع مطبق عليه ويرجع. هكذا الديفولت بيهيفير في الاي دي ار، لانه الايسوليشن سلاح ذو حدين. يعني انا لو اعمل ايسوليت للسيرفرات او جزء معين ولسبب من الاسباب السيرفر يتم يعني ما السنسر ما يقدر يتواصل مع السنسر مع السيرفر مره ثانيه، خلاص الاجهزه حصل لها ايسوليت، بيكون صعب جدا انك تروح على كل سيرفر تصلح المشكله، خاصه ان هذه السنسرز في البروتكتد مود ما تقدر تعمل لها ان انستول. خليني اتاكد، خلونا ناجل، انا اجي هنا اجي هنا لا عفوا اروح للجروب نفسها، اوكي الايديت الامبلوي هنا ايديت، احنا خليناها اتوقع بروتكشن، اوكي حتى هنا يكون ويندوز هنا بروتكت. خلاص نفترض اني انا ودي اعمل ان انستول كنترول، انا هنا صلاحيات ادمن، لكن المفروض ان اجهزه الموظفين او
اذا كانت هاردند المفروض ما هو ادمن، المفروض انه ما عنده صلاحيات لوك ادمن، بس خلونا نجرب. صراحة انا ما جربت من قبل، انا جربت بالكوماند لاين اني ديسيبل السيرفيس ما قدرت. لكن يو دونت هاف سفيشنت اكسس تو ان انستول في ام وير كارب بلاك، هنا كلي انت ما تقدر تعمل ان انستول حتى لو كنت ادمنستريتور. فشوية بيتعب الادمنز اذا حصل مشكلة. يعني انت تخيل عملت ايسوليت وحصل سبب، يعني السيرفر كراشت او خلاص السنسر مش قادر يعمل تشيك ان مره ثانيه مع السيرفر، جود لك انك الان تروح تلغي الايسوليشن من جهاز جهاز، خاصه لو عملت ايسوليت لجروب كبير. فلذلك البيهيفير من كاربون بلاك انه انا بعمل ايسوليت بس اذا عملت ريستارت للماشين راح افك الايسوليشن لين ما يتاكد السنسر مره ثانيه من السيرفر هل انا ما زال علي مطبق الايسوليت، يقول له ايوه وخلاص يرجع الايسوليشن. تمام. فانا بجرب الان الايسوليشن، اعمل ايسوليت اقول له يس انا متاكد، فبيقول لي سنسر ايسوليتد سكسسفولي. هذا هو. لو تلاحظ الان ما زال الايسوليشن ما طبق، لانه في فتره ما بين التشيك ان والتشيك ان، يعني بين كل تشيك ان والتشيك ان 50 ثانيه لا طبق على طول، لانه ربما كنا احنا قريبين للتشيك ان. بس انه في العاده يعني تلاحظ الان ما عندي اي انترنت خلاص، كل شيء حصل له ايسوليشن isolation. فخلص هذه الجهاز معزول. لو تجي هنا وتروح لسنسورز بتلاحظ انه isolated، هذه الايقونة معناها انه online and isolated. طبعا اقرأ في اليوزر جايد في الستاتس في اكثر من شيء، فهذه online and isolated في هذه العلامة يقول لك ان الجهاز هذا isolated. فانا ما اقدر يعني اشيل الايسوليشن، انك تعمل ايسوليشن بعدين خلاص تعمل ريموف ايسوليشن من الجهاز، تقول له يس ريموف ايسوليشن، نستنى شوي وراح يرجع لك الكوميونيكيشن. خلاص رجع، يعني كان شويه سريع. فهذه ميزه الايسوليشن في الاي دي ار، موجوده تقريبا في كل منتجات الاي دي ار كجزء اساسي من اي منتج اي دي ار.